ناحية ثانية لا تلاحد يتكلم ما هو في مخيبات العزة والكرامة. قولوا لنا الكرامة شنهي، وقولوا لنا العزة شنهي، وقولوا لنا الكبرياء شنهو، وقولوا لنا الحرية شنهي. شرحوا لنا ذا ذا اللي قابين احنا ذو الجاهلين، اشرحوا لنا، شرحوا لنا العزة شنهي والكرامة شنهي والمخيم شنهو ومن بناه. وين تبنتنا المخيم؟ وين تعاد فيه الخير؟ وين تعاشت الدول المجاورة والحدود المجاورة كاملة من الخير اللي جاي على اسم المخيم؟ سابقنا احنا اللي الله يحرم علينا ذو ومن النقصاء ومنه أرضنا لهيه ما طلعنا نتكلموا عنها، بيا خالقين واحدين فوق ظهر الحمادة، والله جاي ما نعرف من منين متلقطين. قالوا على انهم لا يعدلوا الدولة الصحراوية حقيقة لا راجع فيها، ذا ما خالق منوش. واحنا ما طلع عندنا يالطلع ما طلع مثلا عندنا شرعية باش نتكلموا، والحمادة ما يطلع عنا نتكلموا فيها، بين اللي قاع أصلا ما نهلها، وبين اللي أصلا جايين هلا مشردين، وبين اللي لا مسوغين عنا لاجئين نحكم ما خلاق العالم بينا عنا لاجئين، ومن فماتين حكم ما خلاق نحن عنا وراه إلهينا ملاوركم جلودكم ونذهب عاقب رشيد وعاقب الخطيف وعاقب الاغتصاب وعاقب ذيك الظواهر كاملة. رانا خالق شي قالوا الدولة الصحراوية حقيقة لا رجع فيها. قال الدولة الصحراوية إلا كيف أخبار راقن النيرب، والله كيف جلد مولي مندريش إلا بعد لا مبين هذا لا مبين اللي بغيتوا تقولوا عنها راقن النيرب اللي معدلها غير ما اللي ترك فيه، والله مندريش اللي ينذبح ويمتلالو جلده من الذهب. هو ما قاعد ذهب يا واجعة ما يسخاو به ولا قاع ولا لغيرو بهم اللي خيال القبض وقالك الويل وكتلوا على القبض وطلصوا ما طالصهم ذاك اللي طالصهم وطلصهم الله فينا احنا، واحنا بين ام اللي البراءة وزين النية اللي قمنا نعدلوا لهم قاياتهم وتوفوا وسرح قاعد ذيب مع النعجة ومشى المخيطير على ذاك يا قير. بعد اللا زين عندنا تشرحونا العزة ذي شنهي والكرامة شنهي. العزة يا كان هالاختطاف، العزة يا كان هالنهب، العزة يا كان هالصارة، العزة يا كان والكرامة العزة والكرامة يا كان هالدفول على وجه الشيب، يا كان هالرشيد، يا كانها قويرت والبويل، يا كانها قصيب الشقات، يا كانها ذهبية ضريكاتي، يا كانها قصيرة فام العليات، يا كانها بطهم، يا ذي الكرامة وذي العزة منين هي؟ واشرحوا لنا شنو هي معناها. يا كانوا الطفقة والدخول على الخيام ودخل في طار وقيش، يا كانوا الكلام في الأباق والخز في الأدمية وتجريمها وتنعات عنها راهي مجريمة وراهي ما هي اللي تقعد تفوت عمر النسر ولا عمر ما نعرفهاش في 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 في, في الخيام متخزنة. إيه الكرامة من عاد خالق عليه يتخزن حد، والعزة من عاد خالق عليه يتروق حد عنه. خالق حد يلود شيء خير من الكرامة والعزة؟ إذا زين عندنا تشرحون هذا، وين تعادل المخيمات ينقال لهم العزة مخيمات العزة والكرامة؟ ما هو يامس بشي من ذي الحزارة وشي من هذه الناس اللي مستفيدة على ظهر هذا الشعب البري. عادوا مخيمات العزة والكرامة، والله الكذيبة من ثمتي كرامة، والله الكذيبة من ثمتي عز، والله الكذيبة من ثم قصير الوقار، والله ماك من ثمتي ما هو أخيار الشي ثمتي غضب الحماد والصعافيك. واللي قد يكذبنا عن ذوي نعتنا كرامة بسم الله ينعتهان، كأن احنا ما نا... احنا ابو ذاك اللي جاي من السوق وما ترد عليه الاخبار، لا ردوا علينا الاخبار قاع انتم ذو اللي ذني اهل النضال ذو اللي طريتوا يامس وجبتوا مصطلحات ما كانت خالقه. قولوها لنا، قولوا لنا ذي الكرامه شنو هي وذي العز شنو هو، وين تعادوا المخيمات قالهم مخيمات العزه والكرامه، والكرامه شنبتها والعزه شنبتها والحريه شنبتها والدوله شنبتها والبناء شنو شنبتوا والمجتمع شنبتوا وشي ما هو خالق والسراب شنبتوا. اسم الكرامة تتكلم انت عنها، اذا عدت صغير ما نعرف، اذا عدت عشت اذا عدت واعي من عند 79 الثمانينات اللي هي الى 86 ما كانت خالقه كرامه في المخيم، تعرف انت عنها ما كانت خالقه، وسوى هذاك اذا عدت صغير سوى لهم سوى كانت عدل القياده، كانت تقبض منات الناس وتجيبهم الجزائر وتخيم بهم اهلهم هم عالمين، وكانت تدخل على حد في خيمته ودنس دنس يعني عياله، وكانت تعدل المسائل الخلقية شوينا وكانوا الكهولين تدفوا حياهم قال لهم بدل يبدل بيك كيدات الاستعمار رناش طوبة وكانت المرأة ما يتحكم فيها راجلها والراجل ما يتحكم في المرأة هي ما يتحكم فيه،
وكانت التركة ما يتحكم فيهم أهلهم، تنظيم هو يتحكم فيهم. اه واسم الكرامة كانت خالقة، ما كانت هي خالقة كرامة، كرامة تاع الرقاج. اه وكان الحديد يبول الدم، وكان الخو يخاف من الخو، والأخت تخاف من الأخت. اه وكل هاي يخاف من الثاني، خايف يدخل القار. وكانت القيادة يدخل عليك في خيمة أهلك تستعد ذو. اه ويظل مقعد مع يعدهم طفلة والله امرأة صالحة يتيجي معاها. اه والله يجيبها من الجزائر والله من ليبيا كيف عدلت عيبوهم لو بغيت نسميها القيادة اللي عدلتها. هاي هي الكرامة، سمي لي الشلح ياك شلوح قازيين ومسوخين، سمي لي خيمة دخل عليها شلح وقال لهم يشد متكم يقصب عنكم، سميها لي. سحقت لهم لا هم اعطاتهم حق لاجي، اهل الصحراء مشات من اجل الكرامه، لا ما هي جبت الكرامه ولا هي رجعت لارضها. اهل الصحراء مشات ما بها قايتها ولا بها هدف عنها تعدل ثوره، احنا ما كنا نلوذوا الثوره، احنا ما كنا نلوذوا حركه التحرر، احنا كنا احرار، ما دفعنا مشرقين بين عز تباش نجبروا ثوره ولا نجبروا حركه التحرر كي الضوال نرتعوا فيها مده سنوات. اها ما هو وقايتنا. اهل الصحراء مشات الدور الكرامه ولقيت لي هانه قدامها. اهل الصحراء مشات الدور الكرامه وانزجت في السجون. اهل الصحراء مشات الدور الحريه والكرامه وحاصرت فرط الجزائر. اذا ماذا حققت البوليزاريو في خلال هذه 50 سنه لاهل الصحراء؟ لا هم اصبحوا لاجئين ويتمتعوا بقانون اللي يتكفلوا لهم الحقوق والقوانين الدوليه للاجئ، ولا هم نازحين وكذلك يتمتعوا بحق النازح اللي تكفلوا لهم حتى هي القوانين والاعراف الدوليه. وبالتالي هذا اللعبه هذه الضحك في عقول الصحراويين كافيه للصحراء منه. يا ترى الصحراء تعرف على انهم ملعوب فيهم مضحوك فيهم، الى اين تهم ساكتين عن هذه الروايات اللي هي مفهوم الكرامه عندي يا 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 يا, يا أخي الفاضل يا حسن، هي العيش الكريم، هي الشغل، هي حقوق المواطنة، هي التعليم، هي السكن، هي الشغل، هي التوظيف. هذا هو اللي قال له، هي حرمة السكن، هي هذا هو اللي قال لي، قال له العيش الكريم، هي وطن، هي أرض، هي سيادة في وطن، هي قوانين، هي مجتمع مدني. هذا هو اللي قالوا انا عندي كرامه. كرامه معناها انك تعيش معزز، هي انك تسكن، هي انك تشتغل. هذا هو مفهوم الكرامه عندي. كمفهوم الكرامه العلمي القانوني هو هذا، هو المدني هو هذا، انك تعيش حقك في الشغل، حقك في السكن، حقك في العمل، حقك في التنقل، حقك في بنية تحتية، حقك في الضوء، حقك في الماء، حقك في السكن اللائق. هذا هو عندي العيش، هذا هو مفهوم عندي الكرامة يا حسن. منين اللي نقولها هذه؟ قولي منين انت شفت انتهى من الشغل، منين شفت العمل، منين شفت السكن، منين شفت التمدن، منين شفت الحضارة، منين شفت سيادة على أرض، من شفت. هذا هو معنى الكرامة، هذا هو معنى الكرامة، الحرية، تنقل، شواء السفر، وثيقة، هوية، تحدد هويتك، هذا محاكم مدنية، حرمة سكنك، حقك في التنقل، حريتك، انتخابك. هذا هو عيش، هذا هو معنى عندي الكرامة يا حسن. على مفهوم ثاني ما عارف، ما عارف، ما عارف. مفهوم الكلام هذا هو عندي، ما عارف. شوف لي هذا من هوته، شوف لي هذا المعايير اللي هما مفهوم الكرامة علميا وقانونيا ومدنيا وسياسيا. شوف منين هما كانوا خالقين، شوف البلاد اللي فيه منين، ونقول كانوا الكرامة والله. مرحبا حسن، حسن انت منين عدت عن 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 الحماده والتندوف على انها مكان العز والكرامه، شو عاد عنها؟ ليش تمشي عنها؟
انت لا تقول عنها العز والكرامة. العز والكرامة ما يمشي حد عنهم، الساس يدور حياته الا العز والكرامة. ايوا شو وقت توصل المستعمرة، شايف المستعمرة تاوهم فوق طابهم وتدور عود منهم. اذا جاوب راسك تكلم عود واقعي، تكلم معايا بواقعية، تكلم معايا بالواقعية بالمنطق، بالمنطق والواقع. ما هو الشعارات والكلام اللي ما عنده مضمون ولا عنده ممارسة، الكلام اللي ما عنده مضمون ولا عنده ممارسة ما يصول عنه. هذا قد يقول واحد باقي فم احترم له ذا، قد يقول واحد قاعد فم في مدعو احترم له ذا، قد يقول واحد فم ساكن فم في الشماس فوق الرق احترم له ذا. ولكن حد كيف انت حسن مشيت، مشيت عمل العز والكرامة، العز والكرامة بدلتها بالمستعمرة واخترتها عن اخترت عود مواطن من اسبانيا. ومعناها تقولي انا قول 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 على راسك، قول شي راسك، ليش ما تكمل؟ قول انت كمل انت ممارساتك الفعلية عدلت، قول ليش عدلتها؟ ليش مشيت عن بلد العز والكرامة وريش ما تقولها واخترت عنها عود مواطن من اسبانيا؟ قول لنا ليش، قول لنا ليش مشيت عن مكان العز والكرامة شر المستعمرة.